النهارده هنتكلم على الفشل الكلوي او يعني القصور الكلوي اسبابه والمراحل بتاعته وعلاجه بيبقى ايه. زي ما احنا عارفين ان كل واحد بيبقى عنده الوحدات بتاعت الكلى اللي شغاله اللي هي اسمها النفرونات، بيبقى كل كليه تقريبا فيها 1,000,000 وحدة. امتى الواحد يبتدي يظهر عليه اعراض القصور الكلوي او كده؟ لو اكتر من 75% من هذه الوحدات ابتدى يتأثر. طيب هو بيتأثر من ايه؟ يعني ايه اسباب اللي بتعمل الفشل الكلوي؟ في اسباب، يا اما فشل كلوي حاد يا اما فشل كلوي مزمن. حاد ده يعني حصل حاجة حادة اثرت على وظائف الكلى وارتفعت وظائف الكلى، وفي الحالة دي هيبقى ليها اسباب هتتعالج، الكلى هترجع تشتغل عادي. انما الفشل الكلوي المزمن هو التدهور المستمر في وظائف الكلى لغاية لما يوصل لمرحلة مش هيقدر يكمل من غير مساعدة. أولا بالنسبة للفشل الكلوي الحاد ده أسبابه بتبقى إيه؟ يا إما حاجات قبل الكلى، يا إما حاجات في الكلى، يا إما حاجات بعد الكلى. قبل الكلى يعني إيه؟ يعني إن كمية الدم اللي تبقى رايحة للكلى قليلة جدا لدرجة إن الكلى ما تقدرش، يعني مثلا إيه؟ واحد نزف جامد قوي بعد عملية، أو واحدة ست بعد ما تولد نزفت قوي، أو واحد عنده حرق وفقد كمية سوائل كتيرة جدا، أو واحد فقد في الصحراء وقعد 3-4 أيام ما بيشربش. كل دي يعني انخفاض كمية السوائل اللي في الجسم بطريقة حادة جدا، فده هيؤدي إلى أن كمية الدم اللي راح للكلى قليلة، وبالتالي الكلى مش هتقدر تشتغل. الحاجة التانية، إيه الحاجات اللي في الكلى؟ في مرض حاد جه في الكلى، التهاب حاد مثلا لأي سبب بقى من الأسباب، التهاب مناعي، حد عنده أي سبب بقى حاد جه مرض في الكلى نفسها. يا إما الحاجة بقى اللي هي بعد بلبول الكون وبرضو يجيله فشل كلوي، إن يبقى في انسداد في طريق البول. يعني المفروض الكلى بتكون البول ويخرج على حوض الكلى، على الحالب، على المثانة، على مجرى البول، على بر. ممكن لو حد جاله انسداد في أي حتة من دول، يعني مثلا بالنسبة للرجالة لو في البروستاتا متضخمة شوية ممكن تقفل، فبالتالي ما فيش بول هيطلع، فبالتالي كل ده هيعمل ضغط على الكلى، فبالتالي الكلى ممكن وظائفها تختل. في حصوة مثلا سدت في الحالب، في حصوتين على الناحيتين، المهم في انسداد في طريق نزول البول إلى الخارج. في الحالة دي دي الأسباب الحادة. الأسباب الحادة دي بتعالج، يعني لو واحد نزف هنصلح ضغطه هيبقى كويس، واحد جسمه عنده جفاف هنصلحه هيبقى كويس، واحد بقى فيه التهاب حاد في الكلى هياخد علاج وهيبقى كويس. من ضمن الأسباب برضو المهمة قوي اللي الناس برضو لازم تبقى أوير فيها، إن لو في ناس بتاخد مسكنات كتيرة قوي ده ممكن يعمل التهاب حاد جدا في النسيج الضام بين الوحدات بتاعت الكلى. والالتهاب الحاد ده اللي هو بيبقى اسمه acute interstitial nephritis ممكن في ساعتها الوظائف الكلى بتعلى جدا لدرجة ان العيان ممكن يوصل لمرحلة الغسيل. فده طبعا بيتشخص بان احنا بناخد عينة من الكلى وبيتعالج. في بقى العيان مثلا عنده انسداد، تضخم في البروستاتا، حصوة بتشيل السبب، الكلى بترجع تاني طبيعية تاني زي الاول. فده الفشل الكلوي الحاد. اما الفشل الكلوي المزمن فهو ان هو بيبقى تدهور في وظائف الكلى باستمرار نتيجة وجود ضغط دم مرتفع لفترات طويلة، وجود سكر بالدم لفترات طويلة ومش كنترولد، وجود اي مرض بقى من الامراض اللي هي برضو المناعية اللي هي شوية بشوية بتبوظ في الوحدات بتاعت الكلى الى ان تنتهي قدرة الكلى على العمل. في الحالة دي لازم هنساعدها بعلاج تعويضي. ده اسمه الفشل الكلوي المزمن، وده بيبقى ليه مراحل. المراحل دي احنا بنقيس وظيفة الكلى بحاجة اسمها كفاءة الكلى. كفاءة الكلى دي يعني ايه؟ يعني احنا الكلى الطبيعية بتاعتنا تقدر تنظف كام سنتي من الشوائب اللي هي فيها في كل دقيقة. فالكلى الطبيعية عندنا المفروض انها بتنظف من 80-120 سنتي كل دقيقة من الشوائب اللي هي فيها. هنقول في المتوسط مثلا انها بتنظف 100 سنتي. طيب لو الكلى ابتدت تتعب وبقت تنظف بدل 100 او 120 بقت تنظف 90، هنقول دي اسمها المرحلة الأولى. لو بعد كده تعبت تاني بقى أقل من 90 مرحلة تانية، وهكذا تفضل الكفاءة بتاعت الكلى تقل لغاية لما توصل إن هو خلاص بقى 20 أو 15 سنتي هم اللي شغالين كل دقيقة. في الحالة دي خلاص لازم العلاج، يبقى عايز علاج تعويضي بقى.
ايه بقى العلاج التعويضي ده؟ يا اما يعمل غسيل كلى يا اما يزرع كلى، وهما كلاهما الاثنين وجهين لعمله واحده. يعني المرحله بقى اللي العيان بيجيله بقى فيها العلاج من اول ما تبتدي تختل الوظائف، يبتدي يقل الكفاءه بتاعت الكلى شويه بشويه، في المرحله دي بنسميها علاج تحفظي، ان احنا بقى ايه ندي الحاجات. مثلا هو العيان عنده انيميا نصلح له الانيميا، عنده ضغط نصلح له الضغط، عنده سكر نظبط له السكر، ندي حاجات عشان الكالسيوم والفوسفور اللي احنا اتكلمنا عليهم، لغايه لما خلاص بقى يوصل للمرحله ان هو مش قادر اقل من 20 سنتي في الدقيقه. في الحاله دي بقى بيبقى علاج تعويضي. تعويضي ده يعني يا اما نعمل غسيل كلى يا اما نعمل زرع كلى.